تقعد تطربق هنا وخلاص. هذا المحرك الأول حساس متاعه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخونا عنده سيارة فيات يسأل هل يمكن تشغيل المحرك بدون حساس، من غير حساس متاع الربركم اللي هو يجي في المكان هذا؟ طبعا أخونا هو غير محرك، حرك من مكان كان عنده محرك فيه حساس أو كابتير الربركم مثل هذا، وغيره بمحرك ما فيش كابتير. هذا المحرك الأول حساس متاعه، تقعد تطربق هنا وخلاص. الأربراكام مثل هذا، فعند تشغيل المحرك عنده مشكلة هو في الأمور هذه. انا حاولت ان نستفسر منه على بعض الحاجات، لكن يعني عندي مشكلة مع الاستفسار متاع الأسئلة، يعني جاوبوني قطرة قطرة، يعني جاوبوني قطرة قطرة. انا نحب نفهم السؤال من اول، من قبل ما توقف السيارة الى ما بعد ما وقفت، كل هذا نحب نفهمه، يعني قبل ما يصير مشكل في السيارة ومن بعد ما صار مشكل في السيارة، هذا كله نحب نفهمه بالتفصيل. شافها ميكانيكي ولا شنو رأيه هو، شنو رأي الناس اللي شافوها، كل التفاصيل هذه تهمني. انا قلت له صور لي كابتر متاع الكل اللي هو متاع الكرانك او متاع الفيبركان، قال لي كيف كيف. بون هو حر، انا حبيت نفهمه اكثر ما يمكن، لكن هو ما حتى من المحرك ما حبش يصوره لي قديم. يا هل ترى كل كتير الالمنيوم هذايا كيف كيف الالمنيوم حتى الاخر، ولا مش الالمنيوم ولا البلاستيك؟ الكرباتير كيف كيف ولا لا؟ الكوربابيون كيف كيف ولا؟ هذه حاجات كلنا نحب نفهمها، لكن هو ما حبش يفهمني. الله غضب. يعني نحاول باش نفهم من الناس، انا نوسع بالي ونكتب ونتكلم ونعمل، وهم شيء يعني يا دوب تقول له السلام عليكم نقول لكم وعليكم السلام، ما يزيدهاش رحمه الله وبركاته، لا يعني يا دوب تقول له الحاجه الفلانيه يقول لك نعم، ما يقول لكش حتى راه كذا كذا كذا، لا يقول لك نعم فقط. عموما هذه ديما انا مشكلتي مع المتابعين، ان شاء الله ربي يوفقنا ويعاوني باش نعاونهم. مشكلنا هذا في اخونا هذا اللي عنده محرك نتاع فيات، هو غير المحرك. طبعا لما غير المحرك، اذا كان نعاود الموضوع من جديد، اذا كان الكرانك ملط اللي هو الفيبركان، اذا كان حساس الكل او الفيبركان اللي هو صوره لي هذا القديم في نفس المكان ونفس الطول هذا ونفس السنون هذوما يعدهم وشوفوا نفس الشيء ونفس الخيط نفس الفيشه، اذا كانوا كلهم كيف كيف وقتها المشكل عنده فوق فقط، وقتها سهله العمليه وبسيطه. اما اذا كان هنا ما همش كيف كيف، مش نفس العلو، وهنا مش تطبع نفس الشيء زي هذه بالضبط، السنون لازم يطبعوا كيف هذه بالضبط في نفس في نفس العلو وفي نفس البعد ما بين السنه والحساس. يعني اذا كان هي العمليه هيك صحيحه تبقى الامور سهله بسيطه. كيفاش سهله وبسيطه؟ العمليه كلها سهله وبسيطه، ان نجيو للبكر البنيون هذه او القطعه هذه اللي مسنه، نحوها ونحو القطع نتاع الاربركم، نحو القطع ونجيبوا كل ما هو موجود في المحرك القديم نحطوه في المحرك هذا، اللي هما الحالات هذوما اللي هو القطع هذه القطع نتاع الاربركم، نجيبوا الاربركم كامل زي ما هو، ونجيبوا المسنن هذه البينيون هذه نجيبوها حتي، لان هي اللي فيها كابتير نتاع الديماراج اللي هو يقرا ما بين الفوقاني والوطاني، كابتير نتاع الربركام لازم يقروا الاثنين مع بعضهم باش ما يكونش العمليه غلط. ناخذوا البينيون هذه مع القطاع كامل، طبعا القطاع لان يركب فيه الحساس القطاع نتاع الربركام، ونجيبوا الربركام كله من الاول للاخر، يعني الربركام كله ننزعوه من المحرك القديم ونحطوه في المحرك الجديد مع الغطاء
مع الحساس مع البنيون هذه، وبيحاول الله العمية تمشي صحيحة إذا كان المعلومات اللي أنا حاطها في مخي صحيحة، ويجرب العملية هذه ويخبرني ويشغل المحرك ويبعث لي المحرك يشتغل إن شاء الله. ربي يوفقه ويسلمه ويعاونه، وإن شاء الله تكون العملية ناجحة. والسلام عليكم ورحمة الله. تقعد تطربق هنا وخلاص. هذا المحرك الأول حساس متاع. تقعد تطربق هنا وخلاص. هذا المحرك الأول حساس متاع.